عدد ورق التصويت التي كان علينا أن نطبعها لسد حاجيات هذه التشريعيات. افتحوا اذنيكم من خطر تتفاجؤون، مليار و200 مليون بطاقه ناخبه، 1 مليار 200 مليون دو بولتان امبريمي. يعني هذا يدل على امرين. ولتها معليش جاهزيه السلطه الوطن المستقله يعني لمواجهه والتكفل بمتطلبات الفنيه والتقنيه، ولكن ايضا يدل على الكثافه و عدد المترشحين، لان عدد المترشحين هو اللي كينضربوه في عدد المصوتين المحتملين، لان على بال ما يهمش لي 23 مليون ديليكتور كي فون فينير فوتي. حنا نعملوا استشراف حول يعني معطيا او عدد وسط يعني، وعدد المترشحين وعدد يعني القوائم الموضوعه تجعل باللي كان ضروري علينا ان نتحمل و نطبع مليار و200 مليون بطاقه نخبه.